العملية الموافقة على إجرائه. أما إذا كان في حالة فقدان وعي أو كونه طفل أو غير راشد، فنحصل على موافقة ذويه أو المرافقين. في الحالات العاجلة والطارئة اللي تكون مصحوبة بفقدان الوعي، أحياناً مثلاً حوادث سيارات ويكون السائق بوحده ما معه أحد ويجي للطوارئ مصاب بعدة كسور، وأحياناً نزف داخلي وفقدان وعي، أو عدم القدرة على الكلام. هو يعني وعي موجود لكن غير قادر على الكلام نتيجة إصابات بالرأس أو بالفم، وغير قادر على اتخاذ القرار اللازم، مشوش. ممكن هذه الإصابات الحادة تؤدي إلى وفاة المريض في حال عدم إجراء عملية فورية. فبهذه الحالة إذا كان المريض لوحده وليس ما مع أي أحد من المرافقين ولا من ذوي، وهو فاقد للوعي أو مشوش أو غير قادر على اتخاذ قرار، يجوز للجراح أن يجري العملية بدون أخذ موافقة المريض. الأفضل أن يستشير من يوجد معه من الزملاء في المستشفى أو في المركز اللي راح يجري به، إذا كان هذا طبعا ممكن وما يسبب ضياع الوقت وتدهور حالة المريض أكثر. إذا تعذر استشارة الزملاء، يفضل أن يبدأ بإجراء العملية الجراحية، وبعدين يثبت كل هذه الملاحظات اللي شافها تحريريا ويوقع عليها، وإذا استشار زملائه يوقع عليه هو وزملائه ومن قاموا بمساعدته، الأفضل قبل إجراء العملية. أما إذا كان في حالة أنه يدهور المريض، يبدي وبعدين يحرر ياخذ توقيع يوقع هو زملائه. ومن مسؤوليات الجراح أيضاً أن يتأكد من توفر ما يحتاج إليه أثناء العملية من مواد مثلاً القطن، المعقمات، الشاش وغيرها من المواد، والأدوات اللي راح يستخدمها، الشفرة مال الجراحة، أنواع المقاصيص، النواظير وغيرها. ويجب أن يتأكد بنفسه أنه تكون هذه الأدوات معقمة بشكل جيد لمنع حصول التهابات أو مضاعفات ممكنة، وتحضير قناني الدم التي قد يحتاج إليها حتى لو ما احتاج. من مسؤوليات الجراح أن يبلغ المريض أنه يحضر على الأقل باينت يعني بطل من الدم قبل إجراء العملية. هذا تقريبا حيكون عمل روتيني تلاحظون خاصة في جماعة النساء، العمليات القيصرية أو غيرها حتى من العمليات، تبلغ ذوي المريض أنه يحضرون على الأقل بطل دم وتخليه احتياط في حال احتاجت إلى تستخدمها، وإذا ما احتاجت ممكن أنه يعاد إلى بنك الدم. وأيضاً مسؤول الجراح عن وجود الوسائل المساعدة والإمكانيات البشرية، هل عنده ستاف ممكن أنه يتابع حالة المريض بعد إجراء العملية الجراحية؟ هذه كلها تقع ضمن مسؤوليات الجراح. فالطبيب بصورة عامة حيكون مسؤول عن إهمال إعطاء المصاب المصل المضاد للقزاز إذا كان مصابا بجرح عميق ملوث. تتعرفون أي جرح خصوصا إذا كان في مكان ملوثة أو بأداة ملوثة قد يؤدي إلى إصابة المريض بالقزاز. فمن مسؤولية الطبيب إذا شاف المريض أنه جرحه أحدث يعني صار بمكان ملوث، أو حتى لو كان مو عميق جرح بسيط وخدوش بسيطة لكن في مكان ملوث، مسؤول الطبيب أنه ينصح المريض بأخذ المصل المضاد الأنتي تيتانوس سيرم اللي موجود عادة بالمستشفيات الجراحية. وأيضا مسؤول عن نتائج التدخل من غير الضرورة. أحيانًا ما يكون من الضروري أنه تتداخلون جراحيًا، فالأفضل أنه عدم إجراء العمليات الجراحية أو مثلًا أي تداخل إعطاء وصف دواء، إجراء فحص إنفيزيف للمريض نفاذ. إذا ما كان ضروري الأفضل أنت ما تجري، لأنه أنت مسؤول عن نتائجه أمام المريض وأمام القضاء، وبنفس الوقت مسؤولين عن إهمال التدخل في الوقت المناسب بدون سبب مقنع. إذا كان من الضروري أنه تتدخل وتجري فد بروسيجر معينة أو تأخذ إجراء معين وما اتخذته، مسؤول عن إهمالك إذا كان فيه ضرر للمريض. ومثل ما نأكد عن عدم حصوله على موافقة المريض ضروري في أي تداخل طبي جراحي خصوصا، أو مثلا إنفيزيف الفحوص التشخيصية اللي تتداخلون بها مع جسم المريض مثل القسطرة،
بعض الفحوصات الإشعاعية ضروري أخذ موافقة المريض البالغ العاقل أو ذويه المخولين قبل إجراء أي تداخل جراحي أو تشخيص نفاذ، يكون تحريرياً مع توقيع الطرفين. عند إخضاع المريض للتجارب الطبية، خصوصاً إذا كان دون موافقة المريض، أنت تخلي المريض تحت تجارب، مثلاً تجرب نوع معين من الدواء أو اللقاح، إذا كان دون موافقة المريض مساءل عليه قانونياً وأدبياً، أو موافقة ذويه إذا كان مثل ما ذكرنا غير العاقلين، وأيضاً مسؤول كطبيب عن إهمال طلب الاستشارة من الزملاء عند الحاجة. راح نتكلم عن موضوع الاستشارة الطبية، أنه بعد الاختصاص إن شاء الله كل طبيب يعمل ضمن اختصاصه. فأحياناً توردك حالة مرضية تحتاج بها استشارة زميل من اختصاص آخر، فإذا أنت استدعت حالة المريض أنه تطلب استشارة تكتبها لزميلك وأنت أهملت هذا الطلب، حتكون مسؤول عنه أمام الجهات التأديبية والقانونية. أو مثلاً طلبت الاستشارة وانطاك رأي الأخصائي وأنت أهملت النتائج بدون سبب علمي. وبنفس الوقت مسؤول إذا كنت تمتنع عن الاستجابة للاستشارة، طلب منك زميلك استشارة وانت امتنعت عن الاستجابة، خصوصا إذا كان ضمن اختصاصك، في الحالات الطارئة المهددة للحياة بدون سبب قاهر. من مسؤوليات الطبيب أيضا مسؤولين عن نتائج عدم التوصية بإحالة المريض، إذا كان المريض يحتاج إحالة من خصوصا من المناطق البعيدة إلى المستشفى أو مركز متقدم وما سويتوا لإحالة في الوقت المناسب، أنتوا حتكونون مسؤولين عن النتائج اللي حتصيب المريض من تدهور أو أحيانا وفاة، أو معالجته في بيته أو مكان آخر غير المؤسسات الصحية، مثلا فندق أو غير أماكن لا تتوفر فيها الوسائل العلاجية الكافية، مو مثل المستشفى ممكن أن تكون متوفرة بيها وهي أصلا يعني حتى لو ما متوفر أنت هاي إمكانياتك تستخدم المتاح، أو ما موجود بيها الإسعافات للمضاعفات المتوقعة، مثلا تجري عمليات بسيطة في بيت المريض أو أماكن مؤسسات غير صحية وتجري مضاعفات متوقع أنه تحدث وما متوفرة عندك المواد اللازمة لإسعاف هذه المضاعفات، فأيضا تسأل عنها. النقطة السابعة الكلش مهمة ويجب الانتباه إلها، أنه الطبيب مو بس مسؤول عن أخطاء هو وإهماله أو عدم الاستجابة لطلب، وإنما إذا كان هو رئيس الفريق راح يكون مسؤول عن أخطاء المشتغلين معه من أطباء مساعدين مقيمين والأطراف الوسطى اللي نقصد بهم ممرضين وممرضات الذين يقعون تحت إشرافه ضمن علاج الحالة المرضية. كل من يخطئ ضمن التيم مالتك أنت مسؤول عنه تأديبياً وقانونياً وقضائياً، لأن أنت المفروض اللي كنت أعطيتهم التعليمات اللازمة لمعالجة هذه الحالة المرضية. النقطة الثامنة من مسؤولية الطبيب أيضاً تقع ضمن عاتقه أي أضرار إشعاعية على المريض، سواء كان ذلك بخصوص الجرعة المعطاة، يعني في حالة العلاج بالجرعة الكيميائية أو الإشعاعية، إذا مريض عنده ورم خبيث أنت لازم تكون دقيق في استخدام الجرعة الإشعاعية، والأفضل أن تستخدمه بس على مكان الورم بعد استئصاله أو في حال وجوده إذا غير مستأصل، أو النواحي الوقائية اللازمة. أنت لازم تخبر المريض، مثلا مريضة بريجننت حامل، أنه يجب أن تتجنب الإشعاعات، أبسط شيء الإكس راي. أما إذا كانت هناك ضرورة قصوى لازم تأخذها، فأنت لازم تخبرهم بإجراء الوقاية اللازمة، مثلا يلبسون درع خاص يعرضون بس الهيد والتشيست، والأفضل هي تجنبها مثل ما قلنا إلا إذا كانت الحالة تستدعي. كلش طارئة. مسؤولين كأطباء عن إهمال تعقيم الأدوات المستعملة، لأن هنا حتسبب تلوث للمريض ومن بعدها التهابات ممكن أنه تؤدي إلى خراج ومضاعفات أخرى وتعرض المريض إلى فتح الجرح وفترة زمنية يتعالج وبعدها أنه يجري لعملية أخرى لسد الجرح من جديد. يعني فأي إهمال بالتعقيم يقع ضمن مسؤوليات الطبيب.
أيضا نسيان مواد غريبة داخل الجسم بعد العمليات، مثلا تنسى قطعة جوز، شاش، قطن، أو مثلا مقص، ملاقط، كلها تقع ضمن المسؤوليات وتساءلون عنها قانونيا وتقام عليكم مجالس تحقيقية. التأكد من فصيلة الدم، لأن هذا ممكن يؤدي إلى وفاة المريض بسبب عدم توافق الدم المعطى، سرعة تخثره، بعض المرضى مصابين بالهيموفيليا ممكن أنه ما يتخثر دمهم وهذا يؤدي إلى نزف حاد ويؤدي إلى فقدان المريض بسرعة يعني أثناء العملية أحيانا. وعن دور الكادر التمريضي، لازم تكون أنت متأكد منه أنه المرضين اللي وياك يعني أكفاء وقادرين على متابعة الحالة المرضية أو مساعدتك أثناء العملية. ومن مسؤوليات الطبيب أيضا هي نتائج عدم إعطاء التعليمات اللازمة والخاصة بمراقبة ومتابعة الحالة المرضية. إذا ما أعطيت التعليمات اللازمة الخاصة بالعملية اللي أنت أجريتها للأطباء المساعدين والعناصر المسؤولة من التمريض، أيضا ممكن أنه تحاسب عليها، مثلا وضع المريض أنه يكون الرأس إلى الأعلى أو بالعكس الرأس منخفض، أو تقولهم المريض على جنب ينام، هاي كلها التعليمات أو غيرها من التعليمات، الأكل، الشرب، التنفس، فكلها لازم، كل عملية طبعا إنها تعليمات خاصة أنت تزودها للكادر اللي حيقوم بمتابعة المرضى. هسه خلصنا المسؤولية في العلاج، نجي إلى المسؤولية في النواحي الكتابية والإدارية. يجب أن تتذكرون كأطباء أن الوصفة الطبية اللي نسميها راجيتا هي وثيقة رسمية، مو مجرد ورقة يكتب عليها العلاج ويصرف، لا، هي وثيقة رسمية يمكن أن يعتمد عليها في المحاكم من قبل الطرفين الطبيب والمريض. أنت من حقك أن تستخدمها في الدفاع عن نفسك في حالة أقيمت دعوة باطلة ضدك، والمريض من حقه أنه يستخدمها للمحاكمة أو المساءلة ضدك إذا كان فيها خطأ من الأخطاء اللي راح نذكرها أدناه. فممكن أنه تستخدمها، تعتمد عليها في المحاكم أو في أي أمام أي لجنة تحقيقية، سواء كانت في النقابة أو مركز الشرطة أو غيرها. فالطبيب في حالة كتابة الوصفة الطبية الراجيتا يكون مسؤول عن الخطأ في كتابة كلمة بدل أخرى، إذا بالوهم كتبت علاج بدل آخر حتكون مساءل عنه قانونيا، أو تعيين الجرعة اللازمة، مثلا كتبت جرعة خطأ تسببت بأذى للمريض، إما قلة الجرعة وبهالحالة ما راح يشتغل الدواء، أو بالعكس زيدت الجرعة وأديت إلى خطأ فادح ممكن أنه يصل إلى تسمم أو وقف عجز كلى أو عجز في الكبد أو أحيانا مثلا وفاة المريض. أيضا من الأخطاء اللي ممكن أن تحاسب عليها في الوصفة الطبية اللي هي راجيتا هي وضوح الخط، هاي نأكد عليها، وضوح الخط في الكتابة للوصفة الطبية، وأن تشرح كيفية استخدام الدواء المعطى بطريقة تكون بسيطة ومفهومة للصيدلي اللي راح يصرف العلاج وللمريض نفسه من يستخدمه. مثلا الجرعة أشقد وكم مرة باليوم بعد الطعام لو قبل الطعام وهكذا. النقطة الثالثة المسؤولين عنها هي عدم إكمال المعلومات الضرورية المطبوعة على الوصفة الطبية، الاسم الكامل، شهادات الاختصاص الحاصل عليها، مصدر إصدارها منين، رقم وتاريخ تسجيلها في نقابة الأطباء، كل طبيب راح يكون عنده رقم خاص وتاريخ تسجيل في نقابة الأطباء بعد الحصول إن شاء الله على الاختصاص، عنوان العيادة ورقم الهاتف. المسؤولية في وقائع الإضراب عن الطعام، سامعين بالإضراب عن الطعام، أحياناً يلجأ الإنسان إلى أنه يضرب عن تناول الطعام وأحياناً الطعام والشراب للحصول على مطلب معين. هاي الوقائع الإضراب عن الطعام إحنا نشبهها بالوقائع الانتحار، فمن واجب كل إنسان الحيلولة دون إتمامها أنه ننصح الإنسان، وهي موفد يعني وسيلة مجدية لنيل المطالب، وأنه بالعكس هي ممكن أن تضرك أكثر وتؤدي إلى وفاتك، وبهالحالة يعني أنت الخسران. فمن واجب الطبيب الحيلولة دون حصول الموت بقدر ما يكون بوسعه ذلك، فمن حقكم كأطباء تغذية المضرب عن الطعام، لكن ليس من حقه استخدام الوسائل القسرية، يعني إذا صار المريض في حالة
هايبوغلايسيميا، ينخفض عند السكر، فراح يجيك مشوش الوعي وأحيانا فاقد للوعي. فأنت ممكن أن تشكل له مغذي يحتوي على جلوكوز ووتر، أو تنطيه هايبرتونيك، يعني المغذيات اللي تحتوي على الجلوكوز ترفع السكر عنده، يعني ممكن أنه بعدين الغيبوبة تستمر ويدخلون في حالة غيبوبة مستمرة أو حتى وفاة. فهنا ممكن يعني من حقك أنه تنقذ، من باب إنقاذ حياة المريض، أنه تغذي الشخص المضرب عن الطعام. لكن إذا كان في حالة وعي، ما من حقك أنه تستخدم وسائل قسرية اللي هي إجبارية على تناول الطعام. المسؤولية حيال ما يسمى بموت الرحمة. نقصد بموت الرحمة أنه يقوم الطبيب بإنهاء حياة المريض في حال الأمراض المستعصية وغير القابلة للشفاء، وتكون مترافقة مع آلام مستديمة. هناك بعض الأمراض اللي يعجز الطب عن شفائها، احنا قلنا بداية الشفاء بيد الله عز وجل، وكثير من الأمراض لا زالت مجهولة أمام الإنسان شنو تشخيصها بالضبط وما هي العلاج الممكن استخدامه. فهاي الأمراض المستعصية اللي ما لها فد علاج معين وغير قابلة للشفاء وترافقها آلام مستديمة، فتجعل المريض عبئا، فتكون هذا يعني الوضع عبئا على المريض وعلى المحيطين به. فأحيانا المريض هو بنفسه أو ذويه يطلبون من الطبيب بوضع حد لمعاناة الإنسان والتخلص من حياته، هي من باب الشفقة على المريض. يطلبون منك كطبيب أنه تنهي حياته، مثلا مريض بس على الفنتليتر، توقف جهاز الفنتليتر، أو أحيانا يستخدمون أدوية تقتل المريض. هذه موجودة بالخارج، إحنا عندنا هذا الإجراء اللي هو اللي يسمى موت الرحمة، يعتبر جريمة قتل. وإن كانت من باب الشفقة على المريض، إحنا نعتبرها جناية قتل ويحاسب عليها كقتل نفس، ولو تم حتى لو كان ذلك بإصرار وطلب من المريض أو ذويه أو برضاهم، أنت تمتنع عنه نهائياً، لأنه منافي لطبيعة عمل وأهداف وواجبات الإنسان، وخصوصاً إذا كان طبيب، لأن إحنا بداية قلنا هدفنا هو البقاء على حياة المريض. بالإضافة أنه ممكن بعيداً عن الجانب الأخلاقي والشرعي، ممكن أنه أصلاً أكو فد خطأ بتشخيص الحالة المرضية، احتمال وجود خطأ بالتشخيص. فيما بعد ممكن مع بذل جهود أكثر تتوصلون إلى تشخيص الحالة المرضية وإعطاء العلاج اللي ممكن يخفف آلام المريض. السبب الثالث اللي هو ممكن ملاحقة الطبيب من قبل الورثة قانونيا. فبهاي الحالة كل ما عليك هو ترفض هذا الموضوع نهائيا وتنطي المريض الأدوية المسكنة للآلام، من غير أن يكون لديك أي قصد جنائي أو أي قصد بإنهاء حياة المريض. المسؤولية في مواكبة المستجدات في الحقل الطبي. ذكرنا من المحاضرة الأولى أن أنتم كأطباء حالياً في فترة الكلية، أنتم مجرد هاي كل 6 سنوات الست اللي راح تقضوها في الكلية هي مجرد أنه تحصلون على لقب طبيب، وتكون لديكم معرفة أو مبادئ أساسية في الطب. بعد التخرج اللي بعد ما أنهيتوا دراسة المبادئ الأولية، لازم تستمرون من باب الأمانة العلمية والمهنية، تستمرون في مواصلة الدرس اللي هي مثلا أخذ الاختصاص والتعلم. مثلا ما تحبون تكملون دراسة تبقى طبيب ممارس، لكن تبقى تتعلم عن طريق القراءة أو السؤال أو المتابعة مع الأخصائيين، وكذلك الاطلاع على المجلات، الكتب العلمية، حضور محاضرات، مؤتمرات وندوات اللي تقام سنويا في مختلف المجالات الطبية. الهدف منها هو توفير أفضل العناية والعلاج الملائم للمريض. فإذا تخلف الطبيب عن سير التقدم العلمي، أنت أي إهمال في الاطلاع على ما يستجد في الحقل المهنة الطبية يعتبر تهديد لحياة المريض، لأن كثير من العلاجات اللي ممكن استخدامها حالياً ممكن أنه تتوقف بالمستقبل، تظهر لها أضرار أو ممكن أن تظهر الأفضل منها. فبهالحالة أنت تكون معرض حياة المريض للخطر إذا ما واكبت مسيرة العلمية.
وبنفس الوقت إساءة إلى وضع وسمعة المهنة. الطبيب نفسه حيث يفقدون المرضى الثقة به، ممكن أنه ما يتواصلون معه كطبيب، وأحيانا يقوده جهله إلى المساءلة المهنية، أنه مثلا نتيجة عدم المواكبة ما يستخدم في الطريق أتيح حديث، يعني طريقة علاج استخدمت حديثا، بهالحالة يمكن أن يساء القانوني، أنت ليش ما استخدمت الطريقة اللي استجدت، خصوصا إذا كانت متوفرة في مكان العمل، وقد يترتب عليها أي نتائج سلبية تنعكس على صحة المريض. الموضوع الآخر اللي هو المسؤولية والتجارب على المريض. عادة التجارب الطبية اللي تجرى على المريض هي الهدف منها خدمة لعلم الطب، وبالتالي تسخيرها لخدمة الإنسانية، بشرط أن يكون هدف الطبيب هو شفاء المريض أو المحافظة على حياته بقدر الإمكان، وذلك باستخدام إما طرق أو أدوية طبية جيدة، والقصد منها أن نحقق غايات علمية مفيدة للإنسان. المبدأ في إطلاق تطبيق نتائج التجارب العلاجية الإيجابية، أنت بعد ما عملت تجارب علمية، استخدمت علاج معين أو طريقة معينة للعلاج، وشفت أنه النتائج كانت إيجابية مشجعة أنه تطبق على عدد أكبر من المرضى، قبل ما تطلق هذه النتائج، قبل ما تسمح بتطبيقها، يجب أن تكون هذه التجارب أولاً خضعت للبحث العلمي، أجريت عليها بحوث علمية في المختبرات، وبعد ذلك نجحت على الحيوانات المختبرية، خصوصاً إحنا نستخدم الفأر والأرانب ومن ثم القردة، خصوصاً الفأر لأنه كثير مطابق لجينات الإنسان، وبعد ذلك أيضاً لازم تكون ناجحة بعد تطبيقها على مجموعة متبرعين من المرضى من بني الإنسان. يعني أول شيء تبحث علمياً عن الطريقة والدواء اللي تريد تطرح استخدامه، وبعدين تنجح على إجراءها للحيوانات المختبرية، ومن ثم تنجح على مجموعة متبرعة من الإنسان، وتشوف كل نتائجها كانت إيجابية ومشجعة، يلا ينطلق تطبيقها على باقي المرضى. فالتجارب على الإنسان ممكن أن تكون عملاً جنائياً إذا أجريت بدون موافقة المريض، إذا ما حصلت على موافقة المريض وجربت في الطريقة أو علاج ممكن أن تحاسب عليه. وإذا لم تتم لأغراض علمية بحتة، مثلاً أنت تستخدم علاج الهدف منها أهداف تجارية أو مادية لتصريف هذا العلاج، أيضاً تحاسب عليه طبعاً أمام الله عز وجل وأمام القانون. أو إذا كانت العلاج أو الطريقة لا تجرى في مراكز البحث العلمي المتخصصة أو معاهد تعليمية أو مراكز معترف بها من قبل لجان علمية رسمية، إحنا بالكلية أو بالجامعة وبالصحة عندنا لجان أخلاقية طبية، أي بحث يجرى على مريض أو عينات نحصل عليها من المرضى يطرح مشروع البحث ويعرض على لجنة خاصة، إلا تحصل على الموافقة يلا نقوم بإجراء البحث. أما إذا كان منافي لأي شرط من شروط الأخلاقيات الطبية يرفض إجراء البحث حتى لا تقع تحت المساءلة القانونية. الموضوع الأخير اللي هو المسؤولية والاختصاص. الاختصاص يعني حصول الطبيب على لقب أخصائي. بعد ما تدرسون الاختصاص، قلنا إما يكون دبلوم أو ماجستير أو دكتوراه أو بورد، اللي هو حصول الطبيب على لقب اختصاصي، معناها أنه حصل معرفة خاصة وجدارة ضمن فرع من فروع الطب، مثلاً فرع الجراحة البولية أو العصبية أو الباطنية، الغدد الصم، النسائية وغيرها، فيؤهله هذا المعرفة وهذه الجدارة تؤهل الطبيب الدارس للاختصاص أن يحصل على لقب الاختصاص، يصبح طبيب نسائي أخصائي في ذلك الفرع. طبعاً أول مرة لازم أنه تعترف به النقابة، مثل ما قلنا تنطيف رقم خاص وبموجب تعليمات تصدر من قبل الجهات الرسمية. يكون الطبيب مسؤولاً في حالة تجاوز حدود اقتداره في ممارسة عمل من الأعمال الطبية،
أنت كطبيب أخصائي عندك حدود لا تتجاوزها في علاج مريض معين، لا تتجاوز حدود الاقتدار الموجودة والمألوفة، خصوصا إذا لم يألف ممارستها من قبل وقام تجربتها على المريض، فأنت حتكون مسؤول بهاي الحالة للأضرار اللي ممكن تنتج على المريض، وخصوصا إذا كانت تتطلب مهارة خاصة تدخل في نطاق الاختصاص أو تتطلب تدريب خاص، مثلاً استعمال القسطرة في علاج أو تشخيص بعض الأمراض القلبية والشرايين. أنت طبيب باطنية أخذت اختصاص في الأمراض القلبية، ما يصير تجري للمريض قسطرة القلب والشرايين إذا ما تأخذ كورس تدريبي سيرتيفيكيت أو دراسة يعني تدريب كيف إجراء القسطرة القلب والشرايين، أو في حالة الجراحة لإجراء القسطرة للشرايين المحيطية. فبدون سيرتيفيكيت وأنت تجري العملية وتنتج عنها مضاعفة تحاسب عليها، لأن ممكن تؤدي إلى وفاة المريض. نستثني من ذلك حالات الضرورة القصوى التي تتعرض فيها حياة المريض للخطر مع استحالة الاستعانة بالاختصاصي. يعني مثلاً في حالة وجوده في مكان نائي بعيد، أو عند مواجهته لواقع طارئة ومستعجلة، حالة طارئة ومستعجلة، وإذا ما يتصرف بسرعة ممكن أنه تستخدم أنت معرفتك اللي تعلمت عليها خلال الدراسة الأولية، ممكن أنه تتداخل ضمن غير اختصاص. مثلا يعني شفت أثناء ما فتحت الأبدومن شفت أكو فد نزف من الكلى، تصرفت بها وفق يعني المبادئ العامة اللي تعرفها أنت قبل ما يجي أنت طلبت استشارة من الجراح البولي، لكن تصرفت مجرد لإنقاذ لحياة المريض أو كنت في مكان نائي. بهاي الحالة ممكن أنه تخرج عن نطاق اختصاصك، لكن بشرط أن توفق العفو توثق هذا كله كتابة. الاختصاصي يجب أن يكون ضليعا في موضوعه في اختصاصه، ولذلك فإنما يغفره القانون للممارس العام. إذا كان الطبيب ممارس ممكن أنه توفر له بعض الزلات بحدود معينة وبشروط معينة التي لا تغفر عادة للطبيب الاختصاصي. إلى هنا انتهت المحاضرة، عندكم سؤال؟ راح أنزل رابط الحضور، سجلوا حضوركم، كل من حضر المحاضرة خليه يسجل الحضور، لأنه راح أرفق هاي الورقة مال الحضور للعمادة، ورجاء بس اللي داخلين المحاضرة يسجلون، لأن أنا عندي البرنامج أصلا يسجل أسماءكم، بس لأنه لازم تكتب على ورقة الإكسل.